توفير بيئة آمنة للحوار والكلام والنقاش هي أكتر بيئة بينمو فيها الحب وبتستقر فيها العلاقات. في اتنين بيحبوا بعض جدا، لكن الإشكالية إن بيئة الحوار بينهم وبين بعض قاتلة للحب. بيئة النقاش بينهم وبين بعض ما بتخليناش نعرف نوصل مع بعض لحاجة عليها القيمة. بنبقى داخلين نتكلم في موضوع مهم جدا، موضوع احنا الاتنين ممكن نكون متفقين على 80% منه، ده شيء طبيعي. واحد متجوز واحدة عندها 23 سنة وهو مثلا عنده 25 سنة، انتوا كل واحد فيكم تربى في بيئة مختلفة، فلو بتتناقشوا في موضوع بينكم وبين بعض 20% اختلافات انتوا كده متفقين. لكن لما نيجي نتكلم مع بعض ويبدأ ال 20% دي تبقى سبب سبب للخناق، بس مش بسبب الخلاف، سبب ان بيئة الحوار وبيئة النقاش بيئة قاتلة للحب.